من عمود مستقيم خالي من أي توصلة منزلية إلى عمود يئن تحت وطأة التوصيلات ويكاد ينهار من ثقل الكوابل المتشابكة والمترابطة عند قمة العمود، ويصعب تبين السلك الشرعي فيها من السلك المغشوش إلى عمود مائل وآخر يكاد يلامس الثرى. هذه الومضات السريعة اخترنا أن ندخل بها تحقيقنا هذا حول ظاهرة اختلاس الكهرباء في العاصمة نواكشوط، وكان من أولويات هذا العمل تشكيل مفردات اللوحة العامة لشبكة التوزيع بأعمدتها وكوابلها التي هي المنطلق والمنتهى في عملية التحايل على الكهرباء. الداي ذاكو مزروق في المبديات، والسلوك ذاكو مخامري مزرقة في المبديات، شي خسر إلى كل شارع من هذه الشوارع مشى معاه ريزو. هاي البوتو هي اكبر دليل عليها، وراهم وحدات اخرى تراها طايحات. فوالا لي ديسيبلين دو نون. يعود تدهور الشبكة في جزء كبير منه إلى عقلية المواطن في التعامل مع الممتلكات العمومية، وفي الغالب العام تجد أن السبب في سقوط الأعمدة نتيجة السلوك المتهور لبعض أصحاب السيارات أو بعض العابثين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعلمون أن العاصمة نواكشوط لم تكن مصممة على الكميات الهائلة من الأمطار التي عرفتها مؤخرا. كان تحقيقنا هذا منذ الوهلة الأولى حول ظاهرة اختلاس الكهرباء ومحاولة الإمساك بخيوط هذه الظاهرة المعقدة والمستشرية على نطاق واسع ومعرفة الأطراف المشاركة فيها، إلا أن السياق الزمني للتحقيق واستقبال العاصمة لتهاطلات مطرية معتبرة جعلنا ذلك نركز على التبعات السلبية والخطيرة لظاهرة التحايل على الكهرباء ومد الخيوط والكوابل والتوصيلات المنزلية في الأماكن المغمورة أو التي أصابها طل، وما يمكن أن ينجر عن ذلك من كوارث ضحيتها الأولى هو المواطن وممتلكاته. الدار اللي متوليت نقدات نهار هذا بها هاي كرة، وحزن الخالق من الأقاجون وقيطنا له تبارك لي طفيه بعدنا ما طفينا. الأحبال شاعرين علينا أول نامس عندنا في مولدين بدلهم أول نامس تميت هنا مثال بزمالة في منا ولا فهم ما فهم ما تي حماية من الإشعال به اللي ما فهم اختيار بعدنا يقطع سيارته عيني ما قطع سيارته عيني. لازم هاي اصحاب الماضي اللي اصحاب معلومه ماتوا وثل تحمير، الحمد لله ما هم ارواقيش يا غير بعد هذا وثل تحمير كانوا قد عدوا ارواقيش. دائما يقتل الاشخاص دائما، ما هو اول مره يتركوا العليات دائما 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 نسمع فيه واحد قتلوا ماس بكابل الشارع والله اختار اسمع لك ترده فيه نظره الى ريفكم وسينيال ساتري رابيدمون. فعلا هذه الظواهر كثيره ما تحدث، والسبب فيها كذلك يتحمل المواطن جزءا منه من خلال ربط توصيلات غير شرعية ومفتقدة لعناصر الأمان. وفي كل الحالات التي تحدث نقوم بقطع التيار عن المنطقة ونتدخل لإنقاذ المواطنين. الديات اللي عليهم ياسر من السلوك وياسر من البرانشمهات شنو سببه؟ لا نقول لكم أن هذه ذنب تراكمات من بعض من السنين، وذي التراكمات اللي عند المواطن فيها جزء هام وتقلبية الجزء يرجع للمواطن، وفيهم اللي جزء يعني صمله. هذا الاسلاك اللي يتراكموا على الديات احنا فتنا عالجناهم على مستوى السبخة وعلى مستوى الميناء وعلى مستوى عرفات وعلى مستوى توجونين، ست مقاطعات فتنا حاولنا نعالجوهم من الدرك سنتين وعدلنا فيهم عمل جبار وسيطرنا على قدر منهم وما فيه فيها الاسلاك اللي ماشيين داخلين القصرات، لكن ما فات لكن بعض الاحيان كف ذيك ذاك الوقت وارتئينا على انه ازداد بعد ذاك. والمعالجه الحقيقيه لهذا النوع هو ظل المشروع اللي احنا على بوابته ادارتنا احنا اللي هي اداره الاشغال هي المكلفه به، وفات بدا عرفات ولا هي بدا مقاطعات نواكشوط تسعه ومولت الدولة الموريتانية، تمويل من الدولة الموريتانية، وكل مقاطعة أقل شيء لا يعدل فيها 50-60 كيل من شبكة ضغط منخفض.
كيف تتم عملية اختلاس الكهرباء؟ ومن هم الأطراف الفاعلون فيها؟ وهل شركة صوملك على علم؟ وكيف لا تكون وهي ترى يوميا هذه الشلالات من الأسلاك والخيوط والخراطيم المتدفقة من أعلى العمود، وهي تقطع الطرقات وتتسلق الكثبان الرملية وتمشي تحت الأرض وتتيه في كل الاتجاهات لتواكب التمدد الأفقي للمدينة؟ شوف سلمي لا شق الدائرة سدد عند في الدائرة هو اسمه بورك لي فيل يديروا هنا الدائرة ياك راه صونالك ما تشوفوا بالعجز داكور إلي لا ولا سوفي ولا سوفي إلى أين وصلنا للدار الدار شوف فيها بوتيك هذه كابل أنت واحد ذاك واحد ذاك واحد كلكم يجيبوا 3000 للشهر وهكذا. اخترنا في هذا الرصد نموذجين من مقاطعات العاصمة نواكشوط باعتبارهما يختزلان السمات العامة لمختلف جوانب الموضوع وتطابق المشهد بينهما مع باقي المقاطعات. هاتان المقاطعتان هما مقاطعة عرفات ومقاطعة دار النعيم، وحاولنا أن نقف على حقيقة ظاهرة التحايل على الكهرباء والتدابير الوقائية للوقوف في وجه أصحابها. بالنسبة لمقاطعة دار النعيم، أكبر مشكلة متعرضة له هو قبيض الضوء بصفة غير شرعية، وهذه الظاهرة متفشية بشكل متين في مقاطعة دار النعيم، بالشكل اللي انك ما خالق حي من احياء دار النعيم ما فيها مجموعة من السلوك اللي مقبوضين من الديات من دون علم صونلك. واحنا هون على مستوى المقاطعة معدلين قريع ذوك سلوك اولوية لجميع على جميع الميادين، منين نعود الى نمشي نقطع عن الزبناء اللي يسال فيهم الدين، فهم تعليمات من العمال على انهم ما يأخذوا على السلك من ذوك السلوك ما قلعوا، وفهم تعليمات للناس تقبض الليفر الناس تقبض الحريق على انها كل ما مرت بذوك السلوك على انها تعلم بهم وياك ينقلعوا. يا قال الحق اللي هو الحق لا ينقلعوا اليوم والله في الليل ويصبحوا راجعين. هذا هو السيد اللي هو اقبض وحازم تبارك دار خالد بريد شي هون قال له كوك سيركوي دار عليه ديفي بيرات، ومنين دارهم عليه ودا لانه نحرق ونحرقت الكونتير ونحرق هذا كامل. لو كنا ما علمنا في الوقت المناسب تعود داره شعلت وشعلوا شاشرته، وهذا نختاروا الناس تتفادى لانه قش مباشر ولا يخسر عليه هو يخسر علينا احنا. هذا في البدايه. الثاني مالكي اذا هذا نفس الشيء، هذا السيد عنده نفس الشيء، هذا سلوك منين قلعت كونترتو ما خلص الدين عادوا يساروا فيه 3 فكاتير والله 4 وقلعت كونترتو وقطعناها من الداية، جابوا واحدين وطلعوا الداية وردوا الضوء وداروا الضوء صار لو ماتريال دو بروتيكسيون باغ اكزومبل لو كوب سيركوي ما يشتغل، لي ديجونكتور ما يشتغل، هاو لو ماتريال دو سيكوريتي كامل فيولات ومشى وقبل فيل ديريكت ماشور دارو ولا يعرف اللي فيه من الخطوره. يودي لنا ذاك هاي الشعلة اللي هي ما عندها ان بروتكسيون هي اللي تخلق الدار. هذا لك لا مسالته لا عاديه لانه هو سرق الضوء، سرق الضوء بطريقه مباشره منين قلعت كونترتو. شوف الكونترتو كان يسال فيه الدين ولا قدر عليه يخلص الدين والله ما بغى يخلص الدين، منين قلعت صوني الكونترتو قطعت عنه الضوء، جاب واحدين وردوا له الضوء وعادوا يضطروا على انهم ما عندهم كونتيرا يبرانشوا له هذا السلوك اللي هما. هذا الزبناء بالنسبه لهم ما جايهم حد في الليل، منين يقعد في الليل يتكوا الكونتيرا بصفه تعود ما تحسب. هذا بالنسبه للكونتيرات القديمات. لسائل أن يسأل كيف للمواطن البسيط أن يفقه في أسرار وألغاز هذه العمليات المعقدة والمحفوفة جدا بالمخاطر. الضوء أنا نقول الحق الوراني ضوء ما قد يدخل كونسول لك اللي هي صون لك عندها دي كونترولير خاصين بها هي، منين يعود حد قادي أمبول لا ما نقول لك أنهم يقعدوا يكرروا عليه قاع قابلين يسوي له أمبول شي قادي باللي هذا كره صون لك معناه ما قد يقدموا شي معلومة بصون لك. هذه المنطقة اللي ذا هي فيها قلت لك 5 رواقيش عندهم ضوء شرعا، وإذا ما معناها الناس الأخرى ما عندها ضوء، الناس الأخرى بينسير عندها ضوء. يا غير ضوها شنو؟ ضوها سوتارين. ونقول لك بصراحة عن عائلين حد ما يجبر سكوتش
مع الاسف يدير الوزاز الله ما يقدر يسرقوا مواطن ما هو عن طريق حد من يرسلون لك. هذه فكره بعد قاع طبيعيه عند الناس كامل انك لا تجبر حد يقد له يقبض الله ما هو عن طريق واحد منهم هم والله حد مكولين هم ما يخلق وذول النشات اللي دايرين والله رويات اللي دايرين السلوك اللي مده في القزرة على كل شيء اللي خالين للدميه وخالين الحيوان وخالين الامه كامله وكابلات اللي ما صوف الماء يخلوا الحيوان ذرك ويخلوا للدميه ده هو اللي مأديها لا سرقت مهمة لله ما نقدو نتهم ورسول لك انهم سارقين وانتم ورسول لك ميات تهمة المواطنين ما هو اثبات قالت يا الحل من قدر اذاعه يعني يا ريت يخلق لك كنترول تعود الدوله ثم ان كنترول عليه رسول لك نفسهم ويتم وعدوا له كنترول ودي يطلع انه سارق وتوفى سوق هو من مواطن العادي ما عنده علاقه بسرقه الضوافي ما يعرف ولا يقدر في الطريقه اللي عدلها بها ولا شغلتهم هو. لقد قادنا تحقيقنا هذا في البحث عن خبايا وملابسات اختلاس الكهرباء إلى الجهاز الإداري المكلف بهذه المهمة، لكن هذا الجهاز أقر لنا أنه ما لم تكن هناك وسائل ردع فإن اختلاس الكهرباء لن يتوقف في الأمد المنظور. بس كثير من الكهرباء اللي عاد لا بد له من ياس من الوسائل. أنا اللي نحكم إنسان قاش اليوم ونعطي شهر ونرجع من الحكومة اللي قاش. معناها شنو؟ القشاشين عددهم ما ينتقص. إذا ما بقى ما عدت. أنا نعدلهم فيش دو بلومباج، يعني نحكم قشاش نقبض ونعدل وضعية جديدة. لهم نفتش فيها برانش ما هو وعداد ونعدل له فيش وندير له فيها اللي فيش دو بلومب. ونقفل كل شيء. لين نرجع له بعد فترة نلحقه. اتخذ وسيلة أخرى للقش. وإذا كانت ظاهرة اختلاس الكهرباء مكشوفة في الأحياء الفقيرة من خلال التوصيلات الممدودة على الطرقات وبين المنازل وأمام أعين الجميع، إلا أن التحايل الحقيقي يبقى عصيا على الكشف في الأحياء الراغية التي تستهلك أضعاف ما يستهلكه سكان الأحياء الشعبية وبوسائل غش جد متطورة. الزبناء عاد بعض منهم يقش بوسائل احنا ما هي متناولنا ما قدروا نوصلوها لا من ناحيه المعلومات على ان هذا الزبون انه قطعا لن يقش لان اللي داره كبيره ولا قال له شيء وهو في كثيرته عادي اذا هو يقش يا غير مدفي بذاك الاشتراك اللي عنده ولذا لين تقطع الاشتراك اللي عنده لين تقطع قاع الضوء عن الاشتراك اللي عنده الجانب اللي فيه القش هو اللي يطفي ضوء في نفس الوقت. شفت؟ اذا ما قدرنا اذا قطعت الاشتراك الرسمي ينقطع هو اللي ضوء المقشوش من جهه اخرى. شفت؟ اذا اني دائما نحاول نفهم الاداره التجاريه فعلا هذا النوع من الزبناء حد يقطع عنه الاشتراك الرسمي. باش اذا قدر ضوء ولا اجبار عنده ضوء قادي ينقال له بعد انت قاش. هو مدفي بالاشتراك اللي مسجل عنده. هذا من ناحية. من ناحية نقول أنا دائما مولي أعلن ذلي ضمن السلوك اللي مدلي معديات لأنه يعطي تم وعد له حملات ويتم ينقطع كامل ويخرص ينعرف اللي منه مولاه عنده اشتراك ومنه مولاه ما عنده اشتراك. لقد حاولنا بشتى الوسائل بالاتصال المباشر وعبر الهاتف أن نقنع أحد الموزعين في الأحياء الشعبية بالتحدث معنا عن طبيعة عمله والمكاسب الخيالية التي يجنيها وعلاقته بشركة صوملك، لكن دون جدوى. وكان الحل الوحيد أمامنا هو اللجوء إلى الطرف الثاني في المعادلة وهو المواطن المستفيد. هذه منطقة ينقالها ديزنيف، ينقالها ديزنيف في التخطيط الجديد واستهتار ترواه في التخطيط القديم. ضوها كامل إلا بطريقة قلت لك إلا وسليكات اللي تعرفين المقطع وعدنا به بين مع الصباح ولا ما يتلاجن. هو مشاكله ياسرين اللي ضو ما هو بشرع. ولي ترى الناس تشرعوا ولي مشاكله ياسرين يكلفوا الناس بياسر من المشاكل. كابولات وشن قال له هذا ديفي يتخلص عنه يوسر يعود بعيد من ياسر من المشاكل اللي يسهلوا ضد الناس كامل الضعاف تشرعوا. نحن مسكينات ما عندنا فالله نقبر بوتو. ياكل مشكل لا قابرنا هنا تالي رقايته نخلصوا كل شهر وما يحن نقع شهر يموت يجي نقول إلى خلاص لين خلصوا يوم نقعد 7 أيام ما راينا الله يمشي به بعيد من الدايات حتى
مدخلين لا والله ولو خارجين نهار ونهار ينقطع. اليوم نخلص وحدين الصبح نقيس وحدين اخرين. وسنة لك ما عندكم امكانيات؟ ما والله ما عندنا وديات بعيد منه. اختي انا جبر وايا بعد يقرب لنا من الله والله يخاف شان. نحن لين قبل لا وشب شب مره ينقطع علينا نهارين والله ثلاث مره ما نجبروها كاع سمعت ندور حد يعاوننا يدير لنا الضوء ودير لنا دايات. خلصوا له الشهر 3000 والله. ما نظلم هنا في الم كل ليله ينقطع وذاك نظرك التجاري والله اربعه ما عندنا كره ذي الكرتشي. وكراهكم ذي اللي راعوا فيها لا والحبال اللي راعيهم ضارين بالتركه وضارين بالحمير وضارين بنا احنا وضارين بالتلفزه لين شي صحاب كانوا بقاو قاعدين. ما الله الدايات ما ملاحقين الا طالبين الدايات طالبين الدايات وطالبين الله وهاي الكرتشه اللي ضيع ضايعه بها قلت كره. ومن ترى ذي البنات من اللي يعدلكم مضاولين يخسر يعدلوا لكم كض ما الله ما يعدل كض ولا نعدلوا لا بد انا من الفضل نعطوه. نخلصوه مرتين نخلصوه مرتين نخلصوا نقطع الله ولا بد انا من نعطوه 500 للحبل يعدل ولش نخلصوا وافانسي وخلص وطالبين طالبين دايت كره لهاي الكرتش اللي هي. اي والله اللي هون دار نعيم زنده زنده. جاينا اليوم من الدايات وراه وراك لا نخلصوا لي ولا نعيا من مضى اسبوع وهنا نحن ما اجبرنا سمعت. ويقولوا لنا لا جات اسم لك وقطعتوا لنا عرفوا كانوا حق والله ما حق مهنا بعد الايام وتشهر يجوا واقفين يوم 28 الناس اللي كارينا من هذا السلوك اللي كارينا من الداي خلصوا مهل الثلاث ونخلصوا 4000. وللوقوف على مشهد من التدابير والإجراءات المقام بها لثني قراصنة الكهرباء عن عملهم تابعنا إحدى الدوريات المكلفة بهذه المهمة وهنا استعرض لنا مسؤول دوري مشهدا أشبه ما يكون بلعبة القط والفأر بين شركة صوملك والمتحايلين. نحن شاك جور نعدلو لو كوبين نخلطو مع شين قالو لو كونترول لي لو مونتي شاك جور ندبوزوم ديبوزينو يامس 4 صباح راجع ديريكتومون وكلك بوتو نقطعو لي رومونتي يرجعو هل الناس حلا لي روزو معره ما عدوا بوما يفرضوا الله يختاروا الله فرض نحن نجبروا ديبوزو شاك جور نراندو بي كونت نو بوينتو لا زادريس باسكو لي دراد ندورهم يجون عدلوا برانش ماي ابونو يا قال يختاروا عندي لي فرض نحن فرض ما نقابلينو ني يرجع عند ديبوزو اي وقت يوميا يوميا نقلعوا وتاتنا ملاني من الحبال ما قزنا ملاني من الحبال يوميا نقلعوهم يرجعوا لي برانش ما كيف ما قطق لعنا شيء ندبوزو في النهار يرجعوا في الليل. وفي ظل تعذر وجود من تحمله جرأته على البوح أمام الكاميرا والاعتراف بالمسؤولية عن قرصنة الكهرباء لجأنا إلى استنطاق الفرضيات لكشف لغز التحايل ومن ضمن قائمة طويلة من الاحتمالات الواردة والتي لا نجزم هنا بقطعيتها وإن كانت كل القرائن تعززها وتمودها بأسباب القوة كانت بين أيدينا الفرضية التالية: أليس في حكم الوارد والمعقول أن يكون البعض من عمال شركة صوملك له ضلع في عملية القرصنة أو مباركتها على الأقل باعتبارهم يتابعون يوميا كل توصلة طارئة خصوصا إذا علمنا أن غالبية من يكلفون بهذه المهام لا يتقاضون من الشركة أي مرتب شهري ولا أي حماية اجتماعية. بوي أنت رسمي ولا مانك رسمي؟ لا لا ماني رسمي. شغلت شنو سنة؟ شغلت أنا لا عجان في كيف تراجع وتو تخلص؟ لا نخلص نشتغل لين ليكيب سيتو. واش مكلفينك بالعمل؟ مكلفيني بلا عمل والناس انا والناس عملنا واحد نمشي مع الصباح نطلع ويتر مع الصباح نقز من وين نقز اونزير لو كوبير ولو فرودير نقطع انت بتريد وتم سلوك كامل يرجع لنا سازير. مكلفتكم صنع لك بهاي المهمه؟ نحن مكلفتنا بصنع لك بهاي المهمه كلفتني صنع لك هذه المهمة قال هالي وانت شغلتها خاصة رأي على استرين وتتنا احنا استرين هم من يركب لهم الله من تقرا طعمهم ما نعرف هم الا الشباب والله الناس الا واحدين يشرون عيد انتم قاعدين ما يشغلوا صنع لك شغلتهم شنو انتم الا قاعدين توين قال يدير له بلين داري خلص لي 2000 والله 1500 قطع حمل الكرة فوق دائما الحديد ولا انت ما يطالع فوق ده كنت نركب كونكتر ولا تيت لان شانج ماني تمنى كنت دير انا سلك الكابل ايرين كنت نعدل نتاع 477 برانشمان اكزيكسيون من جيت لانشانج دو لانجل حكمتني الداي وعدي بالداي واقفه تميتني عديت فيبري حتى انا مولي فيبري معاه لان عقبت بعد وقت شوي وجراخين وقضيت مع ندور عند مرضى قريب دقيقه وش وانت رسمي انا ما نخلص ما تخلص ما نلا وهذا ورك الشركه هون ما عدت لك عنه هو قاني قايل مجرزه بينك طلعت ما علمتني ولا قد ليش برس.
ومما يثير الدهشة هو أن هذه المجموعات كلما سألنا عنها وعن علاقتها بشركة سونيليك يكون الرد على النحو التالي. شركة سونيليك تعترف بنوعين فقط من العمال، وهم العمال الرسميون والعمال المتعاقدون. أما المتطوعون فإنما هم مجموعات تعلمت أسرار المهنة والتحقت بعناصرنا، وبعضهم يأتي فقط للتعلم أو عن طريق علاقات اجتماعية. المتطوعون قد يلبسون بزة الشركة ويعقدون صفقات مع الزبناء وينفذون لها مهام معينة ظنا منهم أنهم من عمال الشركة، لكننا لا نعترف بهم. وإذا سلمنا جدلا بأن المواطن العادي هو المسؤول عن اختلاس الكهرباء، فما هي ترى أدوات التنفيذ واليد العاملة؟ أمن المعقول أن تظل هذه المجموعات التي تعد بالمئات تسدي خدماتها الجليلة وتركب أمواج الخطر ابتغاء وجه الله وتفانيا في خدمة الوطن؟ أنا بعد قطعا اللي ظاهر لي أن لا ما موجود زبون ما عنده صديق على الأقل في نحن. من دراسة كان يقش معاه والله يقش له والله يساعده في كل مهمة، لكن المجال ما نختار يا غير بعد قطع عني. دائما أقول للعمال ابتعدوا شوي عن هذا الزبناء، خلونا نديرهم فضائية صحيحة اللي هو ذاك اللي ما هو سهل. من واحدين يقرين بو يطلعوا الدايات وكل شيء عدروه يا غير ما معرف نمشي عندهم لا شوي لا جبروا عند زبون عدروا روش. هاي المشاكل المطروحة يعود الناس ما معروف ليش مهمة ايش نصهم دورهم هم اللي داي عدروا حيلة يكتسبوا بها قوتهم اليوم. ومما يجدر ذكره هنا هو أن هذه الفوضوية في التوصيلات العشوائية تستنزف طاقة سونيليك بشكل كبير، فالمواطن الذي يؤجر توصلة غير شرعية بمقابل شهري يتراوح ما بين 3000 و4000 أوقية قد يشغل من الأجهزة والمعدات الإلكترونية ما شاء له الله أن يشغل، وتكون الشركة في نهاية المطاف هي الخاسرة. احنا اللي مكلفين بمكافحة التحايل بدير علينا البحث عن مليون كيلوات شهريا. هيك مليون كيلوات نصها مدير على المراكز كافة ونصها مدير عليا. مكلف انا شخصيا عدني شهريا نجبر 500,000 كيلوات قادي ونجبرها ملي كل شهر كل شهر. وترجع كل شيء نجبرها ونفكترها على الزبناء اللي متهمين بانهم هم اللي استفادوا منها ويخلصوا. المراكز الاخرى مراكز الواقفه الاخرى كافه من عند اكسبلوتاسيون كارنتي لين 51 مكلفين زادهم مليء ب 500,000 وهي بحث انا. انا هون ندير قد كلام نفس الجدار لا بغيت ولا فهمت هي ما نعملوا. وهذا قطع عن فاتيرته على الدولة ما تقل عن 30 في الشهر وأنا خلصت الشهر 3000 وبيا. ومما لا شك فيه أن شركة سونيليك شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزة نوعية تجسدت في خروجها من نفق الإفلاس الذي ظل سمتها الأساسية، وتضاعف حجم إنتاجها من الطاقة كما تضاعف عدد محطاتها الحرارية والشمسية، واستحدثت الشركة كذلك محطات للطاقة البديلة، وقد لمس المواطن ذلك جليا في حياته اليومية. خدمات ضوء تحسنت بالمقارنة مع الماضي. بدي السنوات الماضية كان ضوء انقطع ياس من انقطاع يعطي اسبوع يعطي نهار انقطع كل نهار. الضوء كان جيد قالوا له الاسابيع التالية خليك في انقطاع ثقيل. تحسن بالمقارنة مع كرمضان عام الاول وفترات فايتة قاعد انا هبتو 12 ساعة ما شفناه قاعد نرفدوا البضاعة نقيسوا بها السوق نقيسوا كونجلاترات جروبات شيء مكلف وتحسن عقبك الحمد لله ومشكرين له الليلة السابعة الأخيرة خلق فيه انقطاع مع سحام عنجي السحاب. إلا أن هذا التطور الكبير في أداء سونيليك دفعت سونيليك فاتورته من ترك الحبل أو الحبال على الغارب للمتحايلين على إنتاجها من المواطنين ومن أتباع وأشياع الشركة الذين يشكلون عبئا ثقيلا عليها باعتبارهم يديرون مؤسسات موازية لها
وتستهلك كما هائلا من الطاقة لا يمر على العدادات، ولا تستفيد منه لا الدولة ولا صملك. لقد خرجنا ونحن نطوي هذا الملف المعقد والشائك عن ظاهرة اختلاس الكهرباء بانطباع واحد، وهو أن كل التدابير المقام بها لوضع حد لهذه الظاهرة لم تثمر إلا تفنن المتحايلين في ابتداع وسائل جديدة ومتطورة للتمادي في قرصنة الكهرباء. وما لم تكن هناك سلطة رادعة يهاب جانبها، فإن قراصنة الكهرباء الذين استمرأوا اختلاس المال العام وجعلوا منه مصدر دخل يومي لهم ولمحيطهم الاجتماعي سيواصلون كل المكائد والحيل للمحافظة على مكاسبهم بكل ما أوتوا من قوة الحيلة والتدبير والتخطيط. وليس الحل أبدا لهذه الظاهرة في تكديس أطنان الأسلاك والمعدات المصادرة في مخازن شركة صوملك، بل الحل يكمن في تجفيف منابع هذه الظاهرة وإشهار العقوبة الجادة في وجه المتحايلين.